النهارده كان اول ظهور لحازم صلاح ابو اسماعيل في السجن او في القفص. الاتهام المحكمة، هو بيحاكم طبعا بتهمة التزوير في قضية جنسية والدته اللي قال انها مش امريكانية وطلعت انها امريكانية. المهم يعني طبعا ده هتثبته المحكمة بعد ذلك، ولكن المحكمة النهاردة قررت تأجيل المحاكمة. كان في مشادة ما بين حازم صلاح ابو اسماعيل وبين القاضي. القاضي نده اسمه ما ردش، قال له لما القاضي يعني ينده اسمك رد او ما الى ذلك، فقال له انت تكلمني بكثير من الاحترام. يعني كان في مشاده، وطبعا هذه المحكمه عقدت في معهد امناء الشرطه. مين بقى حازم صلاح ابو اسماعيل؟ نذكر الناس كده عشان اللي نسيوا. حازم صلاح ابو اسماعيل ده من سب الداخلية والثوار والجيش، وقال لو وزير الداخلية راجل يبقى يجي يقبض عليا. حازم صلاح ابو اسماعيل ده اللي حاصر مدينه الانتاج الاعلامي، وكان بيهددنا وبيخوفنا، واحنا طبعا كناش بنخاف وكنا بندخل وعادي جدا وبنقول برامجنا، وكان بيقعد بره يعني ماسكنا واحد واحد وجايب رجالته عشان يخوفونا، وكان بيحاصر مدينه الانتاج في عز حكم مرسي، وما كانش حد بيقرب له. حازم صلاح ابو اسماعيل ده اللي يعني راح وأدى إلى أحداث الإسكندرية واشتباكات إسكندرية الشهيرة، دعا الناس ودعا أنصاره من التيار السلفي التابع للذهاب لإسكندرية ومظاهرات، وخلع وقال لك إيه، أصله كان بيبحث عن الشاحن. طلع بقى كان بيتجوز واحدة تانية، بس anyway هو كان بيبحث عن الشاحن. حازم صلاح أبو إسماعيل ده اللي أيضا يوم 18 نوفمبر 2011 هو كان الشعلة الأولى لأحداث محمد محمود اللي بنحتفل بيه أو بنتذكرها غدا، واللي أدت لاستشهاد أكتر من 50 من شباب الثورة. ليه؟ لأن حازم صلاح أبو إسماعيل هو اللي قال لشباب الثورة انزلوا وإحنا معاكم، وحننزل نقف في الشارع، وعندنا باين جمعة المطلب الواحد. لكن بعد ما الناس نزلت هو خلع برضو كالعادة، خلع وقال للناس لا ارجعوا خلاص مش عايزينكم تنزلوا. فلما شباب الثورة قالوا له احنا هنبقى لوحدينا كده، وفي مشكلة مع الشرطة وفي مشكلة مع الجيش، قالك لا خلاص احنا اتفقنا مع اخرين ان احنا مش وقته المظاهرات دلوقتي. حازم صلاح ابو اسماعيل ده اللي نزل الانتخابات الرئاسية قبل ما يشطب من جدول الانتخابات ويكتشف ان هو يعني مزور في قضية جنسية والدته. حازم صلاح ابو اسماعيل ده اللي نزل وصور وملأت الشوارع وما كناش عارفين منين الفلوس. حازم صلاح ابو اسماعيل في القفص. الحقيقه ان الجلسه ما حجبش عنها الجمهور، ما احنا بنتفرج عليك اهو. حازم صلاح ابو اسماعيل ابن الشيخ صلاح ابو اسماعيل، واحد من اكبر تجار العمله في الثمانينات، عضو مجلس الشعب السابق طبعا، لكن واحد من اكبر تجار العمله المعروفين في الثمانينات. ده حازم صلاح ابو اسماعيل اللي قال لوزير الداخليه لو راجل يبقى تعالى اقبض عليا.
لسه قدامه عدد من القضايا الاخرى. دي اول قضيه سب الشرطه، ودي دعوه اقامها عدد من ضباط الشرطه ضده، بلاغات تطاول القوات المسلحه، التحريض على احداث بين السرايات اللي راح ضحيتها 21 قتيل، ولسه حازم ابو اسماعيل بيدور على الشاحن. فاصل ونستقبل ضيوفنا ونتابع تحليل هذه الاحداث.